جزاكم الله خيرا. يسأل هذا عن النعاس، هل ينقض الوضوء وما الضابط فيه؟ النعاس من الجالس لا ينقض الوضوء من الجالس، الضابط فيه أن يكون من جالس متمكن من نفسه، فهذا لا يضره النعاس. وأما إذا كان متكئا أو مضطجعا فإنه ينتقض وضوءه بذلك لأنه لا يتمكن من نفسه. نعم.